بالعادة محمد، لما يكون في مثلا مرشحين فقط في الانتخابات تنقسم الأصوات بين المرشح الأول أو الثاني. لما يكون في أكثر من مرشح دائما الصوت الأصوات اللي تذهب للثالث هيكون أثناء العملية الانتخابية في لعبة انتخابية خفية لجمع الأصوات هذه للمرشح الثالث أو الرابع أو الخامس، بحيث أنه لما تنتهي الجولة الأولى ويتم استبعاد المرشح الرابع أو الخامس يكون في وعود بانتقال هذه الأصوات مثلا من كفة المرشح الرابع أو الخامس إلى الثالث أو الثاني. ففي بعض الانتخابات احنا ممكن نشوف مثلا كفة المرشح الأول أو الثاني، نتكلم حسب الترتيب وليس حسب الأسماء، تكون مثلا أرجح في الجولة الأولى، بعد استبعاد الرابع والخامس تذهب الأصوات إلى الثالث فترجح كفة الثالث على الأول والثاني. فهذه كلها أنا أتوقع يعني حيكون في اثنين من الخمسة أو ثلاثة على يعني أكثر تقدير، يعني قلنا أقل تقدير اثنين، راح يغيروا مسار انتخابات بشكل مفاجئ، حتكون الانتخابات هذه السنة مختلفة تماما عما حدث قبل 4 سنوات. وقد يكون أصلا دخول مثلا بعض المرشحين هو لتغيير المسار بشكل أو بآخر. طيب خلينا طبعا كان في مادة مفروض أنها تعرض الآن ولكن سيتم